السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد شفيق مدرب الأصوات والمقامات، والنهاردة نتائج المرحلة الأولى من تحدي الكبار. قبل ما نعرض أي نتيجة حابب نوضح بعض الحقائق مع بعض. أول حاجة إن إحنا في مرحلة تجريبية من التحديات، ولأننا عايزينها تستمر أطول فترة ممكنة فبيحصل تعديلات خلال التحديات، وبيحصل تعديلات على التقييم، وبيحصل عرض لبعض المقترحات اللي في دماغي وانتم بتجاوبوني عليها وبنشوف الاصلح ونمشي مع بعض. فطبيعي ان المرحله التجريبيه بيتم فيها بعض اللخبطه. الحقيقه الثانيه، السبعين مشترك اللي تم عرضهم على الصفحه اصلا حلوين، لان احنا بالفعل كنا بنفرز وراء الكواليس، فارجو اننا نتقبل مع بعض النتائج بروح قرانيه، لا فيها غل ولا فيها حقد ولا فيها حسد. كده كده التحديات شرفية، اكتشفنا مع بعض أصوات جميلة، والأصوات دي لازم يكون ليها تواجد قوي جدا على الساحة القرآنية في مختلف دول العالم، وده إن شاء الله بنسعى له من خلال التحديات. وأكثر الناس مشاركة في التحديات هتتعرف، لأن بفضل الله التحديات بتتشاف، فكل ما تشارك في التحديات القادمة باستمرار، ما كانتش مشاركة عابرة وخلاص، هيكون ليك تواجد قوي والناس هتعرفك، وطالما عرفوك هيطلبوك. طول المسابقة بقول لكم صوتوا للي يستحق، علشان ما ندخلش في تعارض مين أحلى ومين أعلى تصويت، لأننا المفروض بنصوت للأحسن مش لذوي المعارف الأكثر. علشان كده لازم تاخدوا بالكم من النقطة دي في المستقبل، لأن بعض المشاركين وقعوا فيها. شارك الفيديو لأصحابك وقول لهم اختاروا اللي يستحق، صدقني هيحترموك ويقدروك، ما تجبرهمش يصوتوا لك انت، علشان ما اخذ بسيف الحياء فهو باطل، وانت كده هتكون بتحرجهم انهم يختاروك، ودي احسن منك. وبالفعل مشاركين كتير عملوا كده، وانا وريتكم بعض الامثله، كانوا بيشاركوا فيديوهاتهم ويقولوا لهم اختاروا اللي يستحق، اختاروا اللي انتوا شايفينه مناسب. فدي حاجه من الحاجات المبهجه جدا. ومن الحاجات المبهجة برضو لما تشوف مشاركين بيصوتوا لزمايلهم ويشجعوا زمايلهم وبيعلقوا لزمايلهم انهم حلوين، هي دي الروح المطلوبة. علشان ما اطولش عليكم، احنا راعينا التصويت وراعينا الاداء، وعلشان كده خرجت لكم النتيجة دي، فارجو ان ما يبقاش في لغط حول النتيجة كتير، لان فعلا الامر صعب والتحدي كان شرس. فتعالوا نشوف مع بعض النتائج عاملة ازاي. المجموعة الأولى فاز بيها بالتصويت الدكتور أيمن رقم 4، لكن كان عنده مخالفة استخدام مؤثرات صوتية، ولذلك قررنا إننا ناخد الثاني في التصويت بعده على طول، وهو رقم 1 الشيخ إسلام حسين. في نقطة نسيت أقولها لكم، 50% من الاختيارات للجمهور احتكاما للتصويت، و 50% من الاختيارات للعبد لله زي ما أنا قلت لكم أثناء عرض التقييمات بتاعة المشاركين، عشان تبقوا عارفين بس الدنيا ماشية، يعني نص المشاركين اختارهم الجمهور والنص الثاني اختارهم العبد لله، والتوفيق في الأول وفي الآخر من عند ربنا سبحانه وتعالى. المجموعة الثانية التصويت اختار محمود أيسر، لكني قررت اختار رقم 10 الشيخ إسلام محمد راغب من كفر الشيخ، وده ما يقللش من الشيخ محمود أي حاجة والله، الشيخ محمود مستقبله باهر إن شاء الله، لكن صدقوني الاختيار صعب، فأنا اخترت الأدق في المحاكاة في المجموعة دي، فأرجو إن محدش يزعل مني. المجموعة الثالثة الجمهور اختار الشيخ كارم، لكن أنا هختار رقم 15 محمد فرج أنديل من البحيرة، لأنه الأحق وأكثر واحد أدى المحاكاة بشكل كويس. المجموعة الرابعة الجمهور اختار رقم 17 ضياء الدين أحمد من الجيزة، وأنا متفق معه. المجموعة الخامسة الجمهور اختار رقم 23 معاذ أمر الله من الشرقية، وأنا متفق معاه. المجموعة السادسة الجمهور اختار رقم 26 الشيخ مصطفى إسماعيل من الجيزة، وأنا متفق معه. المجموعة السابعة الجمهور اختار رقم 31 الشيخ إبراهيم أبو غالب، وأنا متفق معه. المجموعة الثامنة الجمهور اختار رقم 38 محمد أسامة، لكن أنا هختار رقم 36 أمين الألطي، ماشي؟ المجموعة التاسعة الجمهور اختار رقم 42 أحمد محمد إسماعيل،
لكني اخترت رقم 43 عبد الرحمن كزة من سوريا. المجموعة العشرة الجمهور اختار الشيخ عمرو حسين عرفات رقم 46، وأنا طبعا بأيد الجمهور. المجموعة الحداشر الجمهور اختار رقم 53 أحمد شحاتة، لكني هختار رقم 51 كرار ليف، اللي أنا قلت لكم إنه هيفوز فوز شرفي بالمسابقة دي أو بالتحدي ده. ورقم 54 الشيخ أحمد يونس، ما كانش ليه حظ في التصويت والتصويت ظلمه مع إنه أدى المحاكاة بأروع ما يكون، ولذلك لازم ننصفه. ففي المجموعة الحداشر معانا 51 كرار ليف ومعانا 54 أحمد يونس من ألمانيا. المجموعة الـ 12 مجموعة شرسة جدا، ومهما حاولنا نعدل هنظلم، فهمشي باختيار الجمهور اللي هو رقم 58 مصطفى إسماعيل من العراق. المجموعة الثالثة عشر الجمهور اختار 64 الشيخ أحمد عبد الفتاح، وأنا معاه. المجموعة الـ 14 الجمهور اختار رقم 70 الشيخ كرار حامد من العراق. وبكده يكون الجمهور اختار 8 أشخاص وأنا اخترت 7 أشخاص، يعني إجمالي الفايزين في المرحلة الأولى 15 متحدي. طيب عايزين نطلع من ال 15 متحدي دول أفضل 3، هنعمل إيه؟ لازم نديهم تاسك، مهمة، حاجة تانية يعملوها، تحدي آخر. ودي المرحلة الثانية من التحدي، ألا وهي تحدي الإبداع. مطلوب من كل واحد في الخمستاشر متحدي دول إنهم يبعتولي تسجيل فيديو بدون مؤثرات صوتية ولا بصرية هيأدي فيه ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، ولكن بأدائه هو دون الارتباط بالشيخ مصطفى إسماعيل. وهنا إحنا هنقيم إبداعه وابتكاره علشان نوصل للمتمكنين من ال 15. لازم تراعي احكام التجويد، لازم تراعي الاداء الصوتي النغمي المحكم. هيتم ارسال الفيديو في خلال 24 ساعة بنفس طريقة الارسال الاولى. اللي مش هيبعت الفيديو بتاعه في خلال 24 ساعة من نشر الفيديو ده هيكون منسحب من المسابقة. اللي ما شافش الفيديو او ما شافش البوست يبقى عيب عليه انه مش متابع الصفحة كويس، وبرضه هيعتبر منسحب من المسابقة. هننشر 5 فيديوهات كل يوم على مدار 3 ايام علشان نقدر نديهم فرصة ان احنا نسمعهم، وبعد كده هنختار 3 فايزين باللقب مركز اول وتاني والتالت، احتكاما للتصويت واحتكاما للاداء التجويدي والاداء الصوتي السليم. يعني لازم تكون معاك الاثنين، مش واحد بس، عاملين اثنين، الاصح اداء والاعلى تصويتا. يعني لو واحد أداؤه مش حلو لكن أعلى حاجة في التصويت مش هناخده، هناخد الأصح أداء ودي بتاعتي، والأعلى تصويت بتاعت الجمهور، علشان نبقى ما زعلناش حد، وعشان يبقى فيه حرية إن كل واحد يقول رأيه. بالتوفيق لكل المشاركين، ومبروك النجاح للفائزين في المرحلة الأولى، ومبروك النجاح للسبعين اللي أصلاً اخترناهم ونشرناهم معانا في التحدي الأول. في انتظار إبداعاتكم على أحر من الجمر، وأنا واثق إن الجمهور كمان مستني إبداعاتكم في نفس المقطع بس بأسلوبك أنت. خلينا نسمع الجمال والإبداع. حاجة أخيرة، التصويتات دي كانت لحد امبارح الساعة 2 صباحا، يعني يوم 16/2 الساعة 2 بعد منتصف الليل، الساعة 2 صباحا. فممكن يكون النتائج اتغيرت دلوقتي، فانا ماليش دعوه. شكرا لكم وعلى حرصكم للمشاركه وللمتابعه، وشكرا للجمهور اللي قايم بدوره على اكمل وجه، ونلتقي على خير ان شاء الله في اعلان نتائج الفائزين الثلاثه في التحدي الاول، تحدي الكبار، والتحدي الثاني تحدي الابداع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.